على ضفاف بحيرة. الحافلة تسير ببطء، والراكبون يتمتعون بجمال المناظر الطبيعية، وهم يسرحون نظرهم إلى أقصى ما يستطيعون رؤيته. إنهم يحسون بمتعة ما بعدها متعة، وهم يرون كل شيء في أبهى صورة. بعدما يقارب الساعة من السير، توقفت الحافلة. عندما ترجلوا، بدأ بعضهم في تمطيط أجسامهم مثل هررة، ووضع بعضهم يده على عينيه لحجب أشعة الشمس. بدأوا يخرجون أمتعتهم وحقائبهم وأدوات خاصة بالصيد، فساروا نحو ضفة البحيرة، ثم وضعوا الأمتعة ونصبوا خيمة. بعد استراحة قصيرة، هب بعضهم استعدادا للسباحة والصيد، بينما فضل آخرون أن يجلسوا وأمامهم مائدة عليها ماء وعصائر فواكه باردة أخرجوها من ثلاجتهم المحمولة. إنهم الآن قبالة البحيرة، يتأملون هذه المساحة المائية الكبيرة باندهاش. على سطح البحيرة المتماوج الذي تحركه ريح خفيفة، كان بعضهم يسبح، وبعضهم على قوارب راسية يجرب حظه في اصطياد السمك. بينما كان الجالسون قرب ضفة البحيرة يرقبون حافلة تنزل فوجا من السياح الأجانب الذين قصدوا البحيرة من أجل الاستمتاع بطبيعة بلادنا الخلابة. على ضفاف بحيرة، الحافلة تسير ببطء، والراكبون يتمتعون بجمال المناظر الطبيعية، وهم يسرحون نظرهم إلى أقصى ما يستطيعون رؤيته. إنهم يحسون بمتعة ما بعدها متعة، وهم يرون كل شيء في أبهى صورة. بعدما يقارب الساعة من السير، توقفت الحافلة. عندما ترجلوا، بدأ بعضهم في تمطيط أجسامهم مثل هررة، ووضع بعضهم يده على عينيه لحجب أشعة الشمس. بدأوا يخرجون أمتعتهم وحقائبهم وأدوات خاصة بالصيد، فساروا نحو ضفة البحيرة، ثم وضعوا الأمتعة ونصبوا خيمة. بعد استراحة قصيرة، هب بعضهم استعدادا للسباحة والصيد، بينما فضل آخرون أن يجلسوا وأمامهم مائدة عليها ماء وعصائر فواكه باردة أخرجوها من ثلاجتهم المحمولة. إنهم الآن قبالة البحيرة، يتأملون هذه المساحة المائية الكبيرة باندهاش. على سطح البحيرة المتماوج الذي تحركه ريح خفيفة، كان بعضهم يسبح، وبعضهم على قوارب راسية يجرب حظه في اصطياد السمك. بينما كان الجالسون قرب ضفة البحيرة يرقبون حافلة تنزل فوجا من السياح الأجانب الذين قصدوا البحيرة من أجل الاستمتاع بطبيعة بلادنا الخلابة. على ضفاف بحيرة، الحافلة تسير ببطء، والراكبون يتمتعون بجمال المناظر الطبيعية، وهم يسرحون نظرهم إلى أقصى ما يستطيعون رؤيته. إنهم يحسون بمتعة ما بعدها متعة، وهم يرون كل شيء في أبهى صورة. بعدما يقارب الساعة من السير، توقفت الحافلة. عندما ترجلوا، بدأ بعضهم في تمطيط أجسامهم مثل هررة، ووضع بعضهم يده على عينيه لحجب أشعة الشمس. بدأوا يخرجون أمتعتهم وحقائبهم وأدوات خاصة بالصيد، فساروا نحو ضفة البحيرة، ثم وضعوا الأمتعة ونصبوا خيمة.
بعد استراحة قصيرة، هب بعضهم استعدادا للسباحة والصيد، بينما فضل آخرون أن يجلسوا وأمامهم مائدة عليها ماء وعصائر فواكه باردة أخرجوها من ثلاجتهم المحمولة. إنهم الآن قبالة البحيرة يتأملون هذه المساحة المائية الكبيرة باندهاش. على سطح البحيرة المتماوج الذي تحركه ريح خفيفة، كان بعضهم يسبح وبعضهم على قوارب راسية يجرب حظه في اصطياد السمك، بينما كان الجالسون قرب ضفة البحيرة يرقبون حافلة تنزل فوجا من السياح الأجانب الذين قصدوا البحيرة من أجل الاستمتاع بطبيعة بلادنا الخلابة.